اشخاص صور فضحت كسبهم الجزء الاول، واخر واحد معنا في الفيديو تقريبا يا اما عبيط يا اما مجنون. الشاب ده عامل نفسه بيتدلع وهو صاحي من النوم، وبيوحي للعالم كله انه متجوز ومراته هي اللي بتصحيه وهو رافض انه يصحى، لكن والدته هي اللي فضحته ونزلت الصوره من زاويه تانية، والصوره بتبين انه ساند رجله على كرسي وحاطط الموبايل بين رجليه ومستخدم شعر صناعي عشان يوحي للناس ان هو متجوز. وبما اننا جبنا سيره الجواز، فالولد ده يئس كليا من موضوع الارتباط والجواز، وعشان كده عدل صورته بالفوتوشوب وارتبط بنفسه. اما الشاب الاسيوي ده اعلن ان هو اشترى اغلى سلسله ذهب في العالم، اما زوجته كان ليها راي تاني وقامت بالواجب معاه وصورته صوره بتبين ان هو واخد السلسله بتاع الشنطه بتاعتها. اما الراجل المصيبه ده كان عامل اكونت على انستا باسم بنت ومنزل ليها اكتر من صوره، ومن سوء حظه ان هو نسي يشيل اول صوره ليه على الاكونت. الصور فضحت كسبهم الجزء التاني. الست دي كانت عارضه الكنبه بتاعتها للبيع، وكاتبه في البوست انها ما عندهاش اي حيوانات، لكن القطه بتاعتها كان ليها راي تاني. صاحبنا ده كان نشر صوره للنضاره بتاعته وبيقول فيها انها مش ملبوسه ولا مستعمله، وعشان الكذب ما لهوش رجلين واحد كتب له في كومنت ان هو لابس النضاره بتاعته في صوره الملف الشخصي. اما الشاب ده نشر صوره للعربيه دي على اساس ان هو اللي شاريها وكده، وكاتب في البوست حكم ومواعظ، لكن واحد صاحبه نزل له صوره البوست الاصلي اللي منشور فيه صوره العربيه. اما الشاب ده كان منزل صوره للكلب بتاعه مع الكارثه اللي هو عاملها، واحد كتب له في الكومنتات معقول الكلب بقى بيفتح السوسته؟ نتعلم من المواقف دي ان انت مهما حصل اوعى تكذب وخليك على طبيعتك. خاصة اتفضحوا على هواء الجزء الثالث. المراسل ده كان بيدعي انه عنده عاصفه شديده جدا وهيطير من مكانه، لكن فجاه عدى من وراه شخصين ماشيين عادي جدا بطبيعتهم. اما الراجل المخلص ده اول لما لقي نفسه ظهر على الشاشه والكاميرا جت عليه شال ايده بسرعه من على البنت اللي هو كان حاطط ايده عليها. العالم كله عرف ان دي مش مراته، واكيد مراته شافت الفيديو ده ومش هتبعته في البيت تاني. اما الراجل ده كان بيدعي ان هو ساحر وبيقدر يقلب صفحات اي كتاب عن طريق قوه العقل، وفي مره من المرات تم استضافته في برنامج وعرف ان هو بيقلب صفحات الكتاب دي عن طريق نفسه، وبعديها على طول نقلوه لمستشفى الامراض العقليه. في برنامج مواهب الساحر ده جاب 5 كوبايات وجاب ميه نار وحط ميه النار في كوبايه من ال5 كوبايات، وطلب من الحكام انهم يبدلوا الكوبايات دي عشان يختار 4 كوبايات ويشربهم ما فيهمش ميه نار. ومن سوء حظه اول كوبايه اخترعها هي اللي كان فيها ميه النار وسببت له حروق من الدرجه الثالثه.